السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة زيزو للمعلومات. هذه الجملة هذه كنت كنحلم ديما نقولها، لان لاشين ديالي ما كيصلحش نقولها لان لاشين ديالي ماشي ديال المعلومات، دونك قلتها واخا اور سوجي حققت الحلم ديالي. قبل ما نبدا، واحد السؤال كيوصلني بزاف في البريفي في لي ميساج في لي كومونتير، هو ديال الناس اللي باغيين يبداو في يوتيوب ولا ديجا بادين، كيسولوا على اللوجيسيال ديال المونتاج باش يبقاو كيديروا المونتاج في الفيديو ديالهم. دونك شنقول لكم، انا كنبروبوزي عليكم اللوجيسيال فيلمورا، هو في ديسكريبسيون فيلمورا، سامبل وغيصلح لكم البرودوي اللي غديروا في يوتيوب. علاش؟ لان ما كيتطلبش شي حاجه كبيره ولا شي خبره كبيره في الدومين هذا، وراكم عارفين اليوتيوب راه ما كيبغيش واحد المونتاج خيالي انا كطير الطياير ولا كتلصق دي فيديو داكشي سامبل. واللي زوين في اللوجيسيال هو انه براتيك، تقدر دير مونتاج في واحد المده قليله ديال الوقت، دونك باش تخدم بزاف سورتو لي فلوغور و المهم كاع اللي باغيين يخدموا في يوتيوب. صافي اسيدي، هادشي اللي بغيتو جاوبتكم. يلا سيدي، دابا نبدا الفيديو ديالنا، وكما قلتو في التيتر السوجي ديال اليوم راه يكون حساس. صاوا فاش كندوي على التصاور ديما كنتفكر واحد النوع ديال الناس امبوسيبل كيصدقوا لهم تصاورهم، ديما خارج اللي يمشي ليف. صديقي العزيز اللي كتب هذا النوع ديال الناس اللي ما كيصدقوش لهم تصاورهم، عندي لك واحد النصيحه براتيك، داكشي مجرد ما تصورش، خلي تصاورك عندك اخويا، ما تبارطاجيهم، راه كتخلع الدراري الصغار. انت سيدي الابن ديالك وقع له ارتجاف على مستوى المعده. كيفاش؟ اسيدي الابن ديالك شاف شي تصويره في الفيسبوك وخلعته. ولكن غير انا اللي عنده في الفيسبوك ديالو. ما عنده غير انت في الفيسبوك. باش دخل؟ دخل بقاهر الفتيات. سي عبود، ما تبقاش تحط صورك اخويا في الفيسبوك الله يرحمه. انت راه شافك ولدك مرض، انت راه تشوفك الغنم ما ترعى. ولكن كتبقى احسن حاجه في التصاور شناهي؟ لي بوز. اولا لا وتصور خداع، ما عمركم تثقوا بهم. هاد القضيه مهمه، تصور ما عمركم تثقوا بهم. راه البنت كتشوف تصاور في فيسبوك كتقول هذه الفيرسيون المغربيه ديال هيفاء وهبي تيتيز، وهي في الواقع الفيرسيون الاصليه ديال محاول يزيد، عندها لا مشوار ديال عبد القادر الجابوني. ايوا ايوا، المهم الله يعاون ان شاء الله، نشوفوا في صالح الخير. انتي كنتي مع فيسبوك ياك؟ هنا. الله يسهل الله يسهل، الله يعاون اسيدي، الله الا لقينا ما احسن منا. وهذيك ختنا فاش كتجي كتبارطاجي فيسبوك غير الصبع الصغير، ماشي حتى وجهها، غير الصبع الصغير ديال يديها 5000 جيم، والدري كتلقاه مسكين مشى حتى لسوريا، مشى مع الاطفال ديال سوريا المتشردين، وشدهم وبنى لهم دار وعيشهم وكبرهم ودار معاهم سيلفي وجمع جيم وحده. هذا راه الظلم، هذا الظلم. ولكن راسي نورمال نكونو كنديو بحال هكا على لا فوتو، لانه ولات اكسيسيبل مع السمارت فون والتكنولوجيا الجديده. ما تنساوش واحد الوقت راه كانوا التصاور راه شي حاجه من الندره، راه ما كاينش التصاور، ما كاينينش، وكنا خالقين السعاده بسامسونج سكه. كاين ولا ما كاينش هاد القضيه؟ عفاك اخويا صورني الله يرحم والدي، بغيت نشوف وجه اخويا، عفاك صورني. سير وخا بعد من الله يرحم والدي، خصني نقاد شي حاجه في الفراروج، وخصني نصيفط شي ميساج، وخصني نسد سكه هكا، مشغول انا اخويا بعد من الله يرحم والدي. عفاك اخويا الا بغيت نتصور اخويا، عفاك يصورني، عفاك اخويا انا مزوف. ها انت سيدي، ها هاكا سيدي. واو ويلي ويلي ويلي، واو يا سلام. عرفتي شنو هي التصور في ذاك الوقت؟ راه شي حاجه بزاف، شي اكسبيريونس ما دايراش. بنادم باش يمشي يتصور عند المصور سيمانه وهو كيستعد نفسيا. دابا انت تصورتي البارح؟ تصورت البارح، وتصورت غير واحد 14 عام تصورت. بشاخ، شوف الناس كي داير، شوف الناس كي دايرين، الناس مصورين اخي. دابا انا جالس مع واحد مصور، يا سلام شوف الناس كي دايرين. انا تصور طالع ليا في راسي، نكون مصور شي ثلاثه تصور انا. بشاخ، دابا انا غادي نتصور غدا ما عارفش شنو غادي ندير. غنوريك كي غدير التصور، ديما التصاور ما كيبغيوش تخرج الهواء مني ولا من فمك، ديما هكا. ها انت حرقتي التصويره، ها انت دابا حرقتي التصويره، دابا انت اصلا ما حرقتيش غير التصويره، انت حرقتي حتى الغلاف الجوي. نوض نوض الجيف، راه حنا مشاركين الهواء تا هو، نوض نوض نوض. وفاش كتوصل الساعات الحسم النهار فاش غيمشي يتصور، لو تخاك كياكل الزبيب، كيقرا آية الكرسي ويداي مع صحابو وكيمشي يتصور ومخلوع، ولكن حتى المصور كانت عليه الهيبة. زيد اودي شوية هكا، زيد شوية هكا، زيد تقد اودي تقد. واخ اجمل هذيك الضحكة اودي، حنا جايين نضحكونا، حنا جايين نتصورو. انت خصنا نخدمو معاك الفلاش. شنو هو هاد الفلاش هذا؟ ها هو الفلاش. ومن بعد سيمانه كيمشي كيجيب تصاورو. اه
اندرا تصورت يا ولدي؟ اه تصورت. يلا رانا نشوفو التصويره، نشوفو كي جيتي. زوينه جات التصويره، زوينه. شنو خاصة زوينه؟ يا راه ودي نشوف التصويره كي جيتي فيها. لا ما عندك ما تشوف فيها، لا لا صافي التصويره وصافي، انا تصورت وصافي صافي. شنو فاش كتعطي لشي واحد يصورك؟ استضعفك ضرب شي تصويره باغي نديرها في البروفيل، الله يجازيك بخير من هيتو على الحاله وكذا. هاك اخويا داك خونا اللي ما كيضحكش في التصاور. اليوم غادي ندير واحد السوربريز لجمال معاه وما كيضحكش في التصاور، غادي نجيو غنغفلو غنضحكو غنصورو على غفله باش يجي يضحك في التصويره. خليكم معنا سوربريز جمال. خاصني داك خونا ندير وين اللي ميحش. صورتك ولا ما صورتكش؟ ها انت خونا اللي تايق في راسو في التصاور. دابا انا بالجمال ديالي دابا انا بالجمال ديالي غادي نتزوج بديك ختنا. هادشي سميتو الظلم، الظلم. انا زوين، انا نمشي نتزوج بهاديك، انا اللي ما كانش شي فاينر شي تيتيز شي بوغوس كتكون بلقه عرفتي الزعوريه هكا البيوليه هذيك كولور باينين فيها، ما نتزوجش بها حيت انا زوين انا بوغوس. لقد اخجلت تواضعي. انا زوين انا ما يصلحونيش داك المغاربه داك خيش بيش. انت واقيلا ما بغيتيش تصوري انا راه حتى دابا انت كتشوفني قريب حداك ومتكع الخديه بحال هكا حسابك انا هكا. لا شفت صوري تاكد كيفاش دايرنا بالجمال ديالي. لا بلا ما نحتاج نشوف تصورك اولي عندي هنا. ها انت ولا ماشي انت؟ علاش بالضبط لا كارت ناسيونال؟ تعط الله وجهك ولا كفاك هذاك الكماره ديال فرنامان توجهك داير كي الفيراج كاني في الرضاع وكانت كتقول لي المغربيات خيش بيش بزاف عليك المغربيات. وفاش كتعطي لشي فوتوغرافي صور؟ شي اللي ما خداماش مزيان هادي كترز دغيا هادي شي ها انت يلاه تقد شويه هكا ولدي باش يشد العبار ديالي بس اسمع ابتسم خليك مبتسم هاني مبتسم قد هادي ابتسم خليك مبتسم هاكا كنبقى العبار ديالي شتي هاكا اخويا شي هانا سير هانا اخويا فوتوغراف. ايوا كليكيو عليا الوجه هذاك اللي يكون هاد العينين المبرقين. اوكي انتم دابا تابونيتو غادي يبقى وصلكم الجديد ديالي ديما وغتكونوا ديما معايا في لافامي ديال اليوتيوب. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the valley.